ديما بغى غير الناس، بغى غير بالعكس صحابي فاش عرفوني راه انا حابله. عرفتوا لي عافاك مريم، علاش كتوحمي صيفطي لينا؟ كنت خايفه من هاد القضيه، كنت كنقول غادي نمشي غنبعد على دار. اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه. بغيت نقول لكم شكرا على كاع الناس اللي صيفطوا ليا لي ميساج، اللي فرحوا معايا. شكرا 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 من القلب. وما قدرتش نجاوب الناس كاملين، يسمحوا ليا يلاه بشويه بشويه حتى كنقدر نجاوب الناس. اي هذا هو السبب اللي كان كيخليني نكون غابره، ما كنقدرش كل نهار نبقى اكتيف، وداكشي ديما باغا غير نعس، باغا غير العكس 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 العكس، واحد العكس ما تخيلوش. داكشي علاش كنت كنغبر بزاف. اي جيسبر ان شاء الله نولي مزيان. قالوا لي بقى لك والو تولي مزيان تخفافي. سينو شنو كنت نقول لكم؟ قريب ان شاء الله غادي نحط لكم واحد الفيديو يوتيوب على ردة الفعل ديال رضا وصحابي فاش عرفوني راه انا حابلة. كانوا جد فيها ان شاء الله، غنحطها لكم في الاخر ديال هاد السيمانه. شفتوا بزاف ديال البنات ساكنين هنا كيصيفطوا لي عافاك مريم، علاش كتوحمي صيفطي لينا؟ نصيفطوا لكم. الحمد لله انا زعما ما توحمت على حتى شي حاجه، ما حتى شي حاجه ما بقات لي في قلبي ولا كنت ملهوف عليها. الحمد لله الحمد لله. كنت خايفه من هاد القضيه، كنت كنقول غادي نمشي غنبعد على دارنا، غنبعد زعما على ماما، غنتشهى شي حاجه. بعض المرات كتجيك كتشهي شي حاجه اللي ماما كتصيبها لك، شي حاجه ما يقدر يصيبها لك حتى شي واحد. مي الحمد لله ما عنديش هاد المشكل، ما توحمت على حتى شي حاجه الصراحه. اي ما تشهي حتى شي حاجه، باش كنتشهى شي حاجه كنكون طيبه وصافي عادي، يعني ماشي ديك اللهفه ديال خاصاني هذيك الحاجه. شكرا بزاف لكاع الناس اللي كيصيفطوا لي عليها ميساج كيقول لي ولا تشهيتي شي حاجه بغيتينا نصيبوها لك. نتوما راكم بحب الله يحفظكم. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.